بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الليلة سنتكلم معكم عن سؤال كثيرا ما وصلني من الطلاب، وأيضا أجده كثيرا عند الطلاب الذين أدرسهم، أنه من أكبر المشاكل التي يقعون بها أنهم لا يستطيعون التحكم بالقلم أثناء الكتابة، خاصة الذين هم في المراحل الأولى والمتوسطة. لا يستطيعون التحكم بالقلم من ناحية الكتابة بأجزاء من القلم، أو بنصف القلم، أو بكل القلم، فلا يستطيعون التعامل مع القلم الواحد بهذا الشكل. وهذه مهارة طبعا تحتاج إلى ممارسة وإلى فهم كيف يتم تحريف القلم حتى يعطي أسماك أو أبناط مختلفة من نفس القلم الواحد. وقبل هذا هناك شيء مهم جدا. أولا، أنه يزداد الرسم، معلومة مهمة نكتبها اليوم، يزداد الرسم عندما يصغر القلم ويقل في الأقلام الجلية يعني الكبيرة. لذلك كلما زاد حجم القلم كلما قل الرسم قليلا، لا يكون مثل القلم الصغير. وعندما يصغر القلم كثيرا إلى مستوى لا يستطيع الإنسان يتحكم به في الدوران، يكتب بكل القلم على شكل أسلوب مختلف. لذلك دعونا نركز مع بعض وحتى أفهمكم هذه الطريقة بشكل سليم. طيب، القلم يكتب بطريقتين، أو الخط يكتب بطريقتين في القلم. الطريقة الأولى هو عندما يكون القلم بهذا الشكل سيكون عرض كامل، وعندما يكون بهذا الشكل سيكون عرض أقل، وعندما يكون بهذا الشكل سيكون عرض أقل. وهذه الطريقة أننا لا نرفع القلم من الورقة، عندما نصغر العرض لا نرفع القلم من الورقة، لكننا نحرف القلم يمينا أو يسارا. يعني عندما يكون القلم بهذا الشكل يمشي، نحرفه إلى اليمين ثم يعطي عرض ماذا؟ أنحف. هذه طريقة تحريف القلم، نحرفه يمين ويسار بالأصابع بهذا الشكل. وهذه الطريقة لا تتناسب مع الأقلام الصغيرة جدا التي ممكن تكون بين 0.6 وأقل إلى 0.2 مثلا، صغير جدا. لا نستطيع أن نتحكم بهذا السمك بطريقة تحريك القلم وتحريفه بهذا الشكل. لماذا؟ أولا لسبب بسيط جدا، أن تحريف القلم انظروا الآن، هنا عرضه كبير، عندما نبدأ نحرفه بهذا الشكل، ما هو الشيء الذي احتاجه في عملية التحريف؟ أهم شيء يحتاجه الخط في عملية التحريف هو المسافة، هذه المسافة. يعني أنا احتجت إلى مسافة تقريبا تساوي 3 سنتيمتر حتى أستطيع أن أحرف القلم من عرض إلى نحف. يعني أنا احتاج إلى مساحة، وهذه المساحة غير موجودة في الأقلام الصغيرة في 0.6 0.2. فإذا كان عندما أكتب حرف عين، انظروا، عندما أكتب حرف عين ثم هنا سأحتاج إلى تحريف القلم قليلا، انظروا، حتى يكون هنا أنحف قليلا من هنا.
هذا التحريف الذي صار في هذا المكان، أنا احتجت إلى مساحة بهذا المقدار حتى أستطيع أني أنقل القلم من عرض إلى نحف، أو العكس عندما أنقل القلم من نحف إلى عرض، فأنا سأحتاج بشكل إجباري إلى هذه المساحة. وهذه المساحة هنا توفرت لأن القلم الذي أكتب به هنا تقريبا 6 ملم. هذا القلم سيكون مناسب أني أجد مساحة لأتحكم بالقلم بشكل تحريف من سمك بسيط إلى سمك أكثر. طيب، هذه المساحة التي هنا كيف أستطيع أني أجدها في هذا المكان؟ كيف أستطيع أني أجدها في هذا المكان الذي هو 0.6 إلى 0.2؟ يعني أنا سأكتب العين بهذا الحجم تقريبا، يعني كل العين ستكون في هذا المكان، كل العين ستكون في هذا المكان. يعني أنا كيف أستطيع أني أنتقل بسمك أعرض إلى أكبر في مساحة لا تزيد عن 3 ملم تقريبا؟ بلا شك أن هذا أمر صعب، ولا أستطيع أن أحرف القلم في هذه المساحة. فلذلك الأقلام الصغيرة جدا يتم التعامل معها بشكل مربعات أو بشكل نقاط، يعني ستكون العين بشكلها الصغير هكذا، انظر شكلها الصغير بهذا الشكل. بلا شك أن هذا الشكل بالحجم الكبير مشوه، ولكن هذا الشكل عندما يصغر إلى هذا المقاس، إلى هذا المقاس، سيكون بجمالية هذه العين الموجودة هنا. فلذلك الأقلام الصغيرة جدا يتم التعامل معها على شكل نقاط بهذا الشكل، بشكل نقاط في الأقلام الصغيرة. وهذه هي الحركة المهمة جدا في التعامل مع الأقلام الصغيرة. مثلا أنا سأكتب حرف دال، انظروا هذا حرف الدال بشكله الصغير، لكن عندما أكتب بالقلم الكبير لا، أنا سأذهب إلى عملية التحريف. هنا لدي قوس، هنا لدي قوس وليس تربيع مثل هذا الشكل الذي هنا، هذا الشكل. لذلك من الخطأ أن يتم تقليد لوحة لخطاط قديم كتبها ب 0.6 أو 0.5 بقلم 1.5 ملي أو 2 ملي. يجب أن يكون القلم الذي يتم التقليد هو نفس القلم الذي كتبت به اللوحة الأصل. لماذا؟ لأننا سنتعامل مع نفس الأسلوب في الكتابة، وكلما زاد حجم القلم كلما قل الرسم، قل الرسم قليلا، كلما زاد حجم القلم كلما قل الرسم. لذلك عندما زاد حجم الثلث لا يوجد به رسم، لا يوجد به رسم. عندما زاد حجم التعليق، تعرفون أن التعليق الفارسي لا يكتب بالأقلام الجلية الكبيرة، إلا ما ندر، نادر جدا لا يكتب بالأقلام الكبيرة. لماذا؟ لأنهم يعتمدون في كتابتهم على أنهم يرفعون القلم ولا يحرفون القلم بهذا الشكل، مثلا بهذا الشكل يكتبون. لذلك القلم الصغير اللي هو بين 1 ملي إلى 2.5 أو 2 ملي يستطيعون التحكم بهذا الشكل، وهي المرحلة الثانية التي هي رفع القلم وليس ميلان القلم، رفع القلم، وسأتكلم عنها الآن. لإيجاد سمك أقل، تحريف وليس رفع. طيب الآن لدينا شكل آخر لتقليل مساحة القلم، وهي رفع القلم، رفع القلم وليس تحريف القلم. ما هو رفع القلم؟ رفع القلم بطريقتين. الطريقة الأولى إذا كان القلم بهذا الشكل، أنا مباشرة أحرفه بهذا الشكل مع بقاء يدي على ما هي عليه. انظروا، تركزون على هذا جيدا لأنه مهم جدا. عندما أحرف القلم تحريف،
أعمل بهذا الشكل ثم أمشي القلم بهذا الشكل، لكن يدي أين صارت؟ كانت هنا، عادت هنا، لكي أحرف القلم، أدور القلم أثناء الكتابة. فاليد تتحرك، لا تبقى في مكانها. أما رفع القلم فإن اليد تبقى في مكانها، لكن فقط القلم يتغير، يعني بهذا الشكل ثم بهذا الشكل. أنا يدي لم تذهب إلى هذا المكان، هي ثابتة في نفس المكان. واضح الآن؟ انظروا، هنا يدي ثابتة، يدي ثابتة في نفس المكان هنا، فقط ماذا؟ اليد تستلقي هكذا، استلقاء، هي هكذا تصير هكذا. انظروا، بهذا الشكل، فصار عرض إلى نحف دون أن أحرف القلم ودون أن أحرف يدي. هذا من اليسار إلى اليمين، من اليمين إلى اليسار بهذا الشكل، أذهب بهذا الشكل ثم نفس الحركة، اليد تستلقي ثم انظروا ماذا صار، فقط أرفع القلم بهذا الشكل. القلم والتي اليد فيها تذهب من اليمين إلى اليسار حتى تمشي مع القلم كامل، وكل القلم، أرضية القلم تكون على الورقة بهذا الشكل. لكن هذه الطريقة أرضية القلم لا تكون على الورقة، يتم التحكم بها بشكل بهذا الشكل، أكتب بجزء من القلم بأعرض أكثر عرضا، أكثر أكثر كل القلم، انظروا، دون أن أحرف يدي أبدا. فقط تعتمد على شيئين مهمين جدا. الشيء الأول أن يكون تحت الورقة شيئا لينا، أن يكون تحت الورقة شيئا لينا مثل هذا الشيء، انظروا، لازم يكون تحت الورقة شيء لين، لا يكتب على ورقة فقط، على أرضية صلبة، لازم يكون شيء لين. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني يجب أن نعتمد على حركة التحريف اللي هي استلقاء اليد ثم ضغط القلم، لأن كلما زاد ضغط القلم أعطى عرضا كامل، كلما خف ضغط القلم أعطى عرض ماذا؟ أقل، وهكذا. طيب، هذه الطريقتين جدا مهمة في التعامل مع القلم، كيفية التعامل مع القلم. هناك معلومة مهمة، عندما انتقلت الخطوط من خطوط صغيرة إلى خطوط كبيرة أو جلية، عندما احتاجوها للكتابة على الجدران وعلى الأماكن الكبيرة، تعاملوا معها بدون رسم، يعني لم يكن هناك رسم، لذلك الثلث تجدون يكتب بكل القلم، فقط يحرف القلم بهذا الشكل، تحريف يعطي عرض أو يعطي نحف ويرجع إلى نحف، لكن أرضية القلم كلها على الورقة، لا يذهب بهذا الشكل إلا في نهاية الراءات اللي هو الإرسال بهذا الشكل فقط، هذا الرسم الأخير. لكن في مفاصل الحرف نفسه وفي الوصل، في الثلث مثلا يكتب بهذا الشكل، لكن النسخ الصغير يكتب بهذا الشكل. انظروا كيف تم تحريف القلم، يعني تم رفع القلم أثناء الكتابة، بينما الثلث لا يتم رفع القلم، فقط يتم تحريك القلم إلى اليمين واليسار ليعطي سمك أقل أو سمك أكثر. لذلك عندما كتب العثمانيون خط التعليق الجلي اللي هو الكبير، لم يستطيعوا أن يتحكموا بقلم واحد بأسماك يعني مختلفة، عرض وأكبر وأقل، لا، فلذلك غيروا أحجام الأقلام، فكتبوا بثلاث أقلام وكتبوا بأربع أقلام منفصلة، ليست أسماك إنما أقلام منفصلة، يعني قلم حجمه مثلا 2 ملي، قلم حجمه 4 ملي، قلم حجمه 6 ملي، فيكتبون لكل جزء من الحرف قلم مستقل، قلم مستقل في كل جزء من الحرف قلم مستقل، فيأتون مثلا بهذا الشكل، الآن هنا قلمين بهذا الشكل، قلمين بهذا الشكل، فيكتبون مثلا رأس الحاء بهذا الشكل مثلا،
ثم بعد رأس الحاء يأتي قلم آخر وهو هذا القلم ويعملون المد بهذا القلم الكبير. فلذلك يكتب بثلاثة أقلام. لماذا؟ لأن القلم إذا صار كبيرا لا نستطيع أن نتحكم به بطريقة أجزاء من القلم، وهذه جدا مهمة في التعامل مع القلم. أتمنى إن شاء الله أني وصلت لكم الفكرة بشكل جيد، اللي هو كيف نستطيع التعامل مع القلم، مع أجزاء من القلم، سواء بالتحريف، برفع اليد، وهذه الطرق كلها ستفيدكم كثيرا في معرفة بعض التفاصيل المهمة أثناء المشق والتمرين. بارك الله فيكم، وأسأل الله أن يوفقكم ويعينكم، وإن شاء الله يكون هذا الدرس نافع ومفيد. لا يوجد مقياس معين، ولكن يفضل أنك تبدأ بالأقلام الصغيرة، 1 ملم أو 1.3 أو 1.5، ثم تنتقل إلى مقاسات أكبر. لا تذهب إلى المقاسات الكبيرة ثم تنتقل إلى المقاسات الصغيرة، سيكون صعب عليك. آمين. بارك الله فيكم جميعا. بارك الله فيكم وحفظكم الله. نلقاكم إن شاء الله في بث قادم بإذن الله. والله يكفي هذا الشرح، ونجعل للبث مكان آخر إن شاء الله. لا يوجد فرق بين القلم لجهة اليمين أو اليسار، كلها اليد تستلقي، أما حركة القلم فهي واحدة. عليكم السلام ورحمة الله، نراكم إن شاء الله على خير. بارك الله فيكم جميعا. معهد مسك إن شاء الله درسنا في الغد بإذن الله، درسنا غدا بإذن الله. بارك الله فيكم.